ما هو الحد الأدنى للقطة التي يجوز لي أن آخذها دون التعريف؟ العلماء قيدوا ذلك أو ضبطوا ذلك بما لا تتبعه همة أوساط الناس. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني بما لا يبحث عنه أو يطلب إذا فقد. جميل. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس المعيشية، ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان، فثمة اعتبارات كثيرة. لكن ما لا يطلبه عادة الناس لو فقد منهم هذا يجوز تملكه من غير تعريف، إذا لم يعرف الإنسان صاحب هذا المال. ما إذا عرف أن هذا لفلان فهنا يجب إعطاؤه، لو كان عود أراك فيجب رد المال إلى أهله. لكن وجدت شيئا وهذا ليس لي، لا أعرف لمن، فهنا إذا كان هذا الشيء الذي وجدته لا يطلب عادة، إذا سقط من الإنسان ما يروح يدور عليه، ما يبحث عنه، لا يهتم به، فهذا يسمى ما لا تتبع همة أوساط الناس. وقول أوساط الناس لإخراج يعني من يعني يبحث عنه، لو كان إما لفقر وعوز وإما لبخل. بعض الناس يعني يقف حتى عند أدنى ما يكون، إما فقرا وإما بخلا، لكن هؤلاء خارجون عن البحث لأنه مقيد الضابط بهمة أوساط الناس، هم أهل الاعتدال في الغي، يعني أواسط الناس في الغنى والفقر، وأيضا في الحرص بين اللامبالاة بالفقد والبخل الذي يوقف الإنسان حتى عند أدق ما يكون من المفقودات. فالخلاصة أن هذا يختلف، ما يمكن حده بريال ولا بريالين ولا بعشرة، يختلف باختلاف الزمان، يختلف باختلاف الحالة المعيشية لعموم الناس، يختلف باختلاف المكان. ما يفقد في الصحراء ليس كما يفقد في 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 البلدان، ما يفقد في الطرق ليس كما يفقد في الأماكن غير الطرقات وأماكن العبور. كل هذه اعتبارات مؤثرة. أحسن عليكم.